النهارده يا جماعه نتكلم عن كل ما يخص تشخيص وعلاج قرحه المعده، كل ما يخص تشخيص وعلاج الحموضه، بس بعد الفاصل انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الدكتور احمد عطيه الدهشان، رئيس الجمعيه الطبيه العموميه للتغذيه العلاجيه وباحث في العلوم الطبيه الحيويه في اسطنبول. بصوا يا جماعه بشكل بسيط كده علشان ما نلفش وندور كده مع بعض، علشان نحاول نخلص الحلقه ديت في 3 4 دقائق، بحيث ان كل الناس تستفيد، سواء كنت طبيب امتياز او حتى لو بشكل عام بتتفرج. احنا طبعا بنفس، احنا عايزين نفيد كل الوطن العربي كل هذه المعلومات. لقينا نقص كبير جدا في اليوتيوب عن هذه الاشياء اللي احنا بنقولها، بنقول للناس تسمع الفيديو للنهايه علشان هتعرف كل التفاصيل اللي يجب ان تعرفها عن حموضه المعده وقرحه المعده. لما نيجي نتكلم عن قرحه وحموضه المعده، نقدر نقول بشكل بسيط مريض عنده وجع في صدره، عنده وجع في بطنه، بيعاني من حموضه وحرقان بتزيد بعد الاكل او عند النوم، وممكن يحصل فومتنج او ترجيع. الاسباب بتاعتنا بكل بساطه نقدر نقول انها زياده افراز حمض المعده نتيجه استخدام ادويه معينه، او نمط الحياه الغير صحي، او نظام الغذاء الغير سليم، او شرب الكحوليات او المشروبات الغازيه. اتكلمنا عن التعريف والاسباب، دلوقتي نتكلم عن التشخيص. ده وجع متكرر بيشاور عليه العيان بصباع واحد. الوجع بيزيد مع الاكل في حاله قرحه المعده، وبيقل مع الاكل في حاله قرحه الاثني عشر، بيزيد بعد الاكل في حاله ارتجاع المريء، وبيطلع على صدره كحموضه عند النوم. وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، بس اتمنى من كل الناس بلا استثناء، احنا طبعا هنديكم الهديه بتاعتنا اللي هي بنديها لكم في كل حلقه بتاعتنا، الروشته الطبيه اللي بتتكتب داخل العياده لعلاج قرحه المعده. الروشته يا جماعه بتكون كالتالي، لو احنا تذكرنا في البدايه ما جينا اتكلمنا عن الاسباب، قلنا السبب الرئيسي لقرحه المعده هو زيادة إفراز الحمض المعدي، فإحنا عشان في زيادة في إفراز الحمض المعدي، فأول دواء هنديه حاجة تقلل إفراز الحمض المعدي، يبقى الدواء الأولاني حاجة بتقلل إفراز الحمض المعدي. الحاجة التانية بندي دواء بيعمل على تبطين وحماية الجدار المعدي من الحمض المعدي نفسه، لأن إحنا قلنا هو موجود بشكل مبالغ فيه، فقد يضر الجدار المعدي نفسه، فاحنا بنضطر ان احنا نكتب دواء بيعمل على تبطين جدار المعده. الحاجه الاخيره بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببه لقرحه المعده للافراز حمض المعده. الحاجه الثانيه هنعمل على تبطين جدار المعده من الحمض المعدي، والحاجه الثالثه ندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببه للقرحه المعديه. يلا نشوف ازاي. اول حاجه بنكتب الأوميز تابلت 40 ملي جرام، ده بناخد قرص لمدة شهرين قبل وجبة الفطار، ده بيعمل على تقليل إفراز حمض المعدة. ده كده رقم واحد. تاني حاجة هنكتبها معانا، نعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي. تاني حاجة نكتب حاجة اسمها الإيبيكو جيل تابلت، لا ده مش تابلت، ده ساسبنشن. ساسبنشن ده هناخده معلقة كبيرة 3 مرات يوميا بعد الاكل، ده هيعمل لنا على تبطين الجدار المعدي لحماية الجدار المعدي، تبطين الجدار المعدي وحمايته من الحمض المعدي. ده كده رقم اتنين. تالت حاجة هندي حاجة بتقتل البكتيريا المسببه لحمض لقرحه المعده، اللي هو مضاد حيوي زي المترو نيدا مترو نيدا نيدا زول ده تابلت، ده هناخد منه قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. ده كده بشكل رئيسي 3 حاجات اللي بتكتبوا في روشتة علاج قرحة المعدة والحموضة
وارتجاع المريء. يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا، اول حاجة بندي حاجة تقلل لنا من افراز حمض المعدة زي الاوميز، تاني حاجة بنعمل بندي حاجة تبطن تحافظ على الجدار المعدي اللي هي الايبيكوجيل، واخر حاجة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا زي المترونيدازول. وبكده نكون خلصنا الروشتة بتاعتنا. الغذاء المثالي طبعا لمريض القرحة ان هو غذائه يكون على وجبات كتيرة خفيفة، يعني يأكل في اليوم 5 مرات، كل مرة كمية صغيرة، يعني الفطار ياخده على مرتين، الغداء على مرتين، العشاء على مرة، يعني كل 3 ساعات لازم يحط في بطنه حاجة بحيث ان بطنه ما تبقاش فاضية، ما يأكلش كميات كبيرة، وجبات خفيفة كلها، سناكس كلها، ما يأكلش وجبة تقيلة. برضو من المسببات القرحة ان احنا بنسيب بطننا فاضية 10 ساعات و12 ساعة، وبعدين بناكل وجبة واحدة في اليوم وبتبقى تقيلة على المعدة، هذه الوجبة من يعني ايه دسمة وتقيلة على المعدة. اما الوجبات الخفيفة بتعادل الحامض المعدي اللي موجود وبتحسن في بتساعد في تحسين حالة القرحة. فأهم حاجة البعد عن التدخين، القهوة والشاي على بطن فاضية، ما بقولش ما تشربوش قهوة ولا شاي، بس أولا العدد ما يبقاش كتير، وعدد القهوة بالذات، والشاي يبقى يعني بعد الفطار، ويستحسن بعد الفطار بساعتين، لأن الشاي بيساعد في عدم امتصاص الحديد اللي في الأكل. فيبقى الشاي والقهوة المواد الحريفة، الشطة والحاجات الدسمة، كل دي حاجات بتساعد على القرحة. يبقى البطن ما تقعدش فاضية مدة طويلة، ناكل وجبات كتيرة خفيفة، ما ناخدش استخدمش الشطة والفلفل والتدخين. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل، او اول معلومة لأول مرة تاخدها، حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لأصدقائك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دي كده النقطة رقم 1. ما تبخلش علينا بلايك بكومنت، لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر، بحيث ان احنا لا نقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم. كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.